I don't have to convince them. اخترت لعب المغرب بالقلبي. المستقبل المغرب هادير مليح ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله نلعب مع المنتخب المغربي. أسئلة كثيرة تم طرحها للتداول بمختلف وسائل الاتصال الحديثة عن اقتناع العشرات من اللاعبين من أصول مغربية بارتداء القميص الوطني في المواعيد المقبلة، إلا أن البعض لم يقتنع بضرورة المنادات على لاعبين ليست لهم قناعات ذاتية بتمثيل المغرب، وهو ما أكده بين فيربيك المدير العام للمنتخبات الوطنية. I don't have to convince them because they read newspapers. أنا لست هنا لإقناعهم، إنهم يتابعون وسائل الإعلام ويعرفون جيدا ما يقع في المغرب، ومهمتي أن أوضح لهم المخطط الجديد للجامعة، وغيريتس وكوبر ليتكلفان بالمهمة بمنتخب الكبار. لقد قربتهم من التحول الإيجابي الذي عرفته الكرة المغربية. What's changing, what's happening, and they know. اهلا الزينو، السلام عليكم، لاباس عليك؟ صح لاباس سي ميموس؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك، الحمد لله، اللهم لك الحمد. مزيان بخير، هانيه تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك العبد. هذا الشباب ديالنا ان شاء الله المستقبل ديال المغرب. بينوكيا ان شاء الله. زيارتنا لمركز تدريب بيز فايندهوفن دفعتنا لتقصي الحقائق حول اختيار نور الدين المرابط واسماعيل العساتي اللاعب للمنتخب الوطني بمجرد تسوية وضعيتهم الإدارية في رداهات الفيفا. أنا ظنيت خطرهم مزيان، هما جزء من اللاعبية مزيانين هنا في هولندا، عندهم الاسم مزيان، والمنتخب تصلوا بهم وإن شاء الله يكون الخير. ما نتمنونيش ان شاء الله اديرا ديني مليح. لقد اختار جيدا، يعتبرني معا من افضل اللاعبين بهولندا، اتمنى لهم النجاح. طلبوا كيسن النجاح ان شاء الله. تعيين إيريك غيريتس ساهم بشكل كبير في تسويق فكرة إيجابية عن ما يعيشه المنتخب الوطني في الفترة الراهنة من تحديات لتصحيح الأوضاع، وهو ما أكده نجم بيز فايندهوفن إبراهيم فلي لاعب المنتخب الهولندي الذي أبدى سعادته لهذا الاختيار. يعتبر غيريتس من المدربين الجيدين بأوروبا، يعرف جيدا اللاعبين المغاربة بفرنسا وهولندا خصوصا، يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد. المستقبل سيكون زاهر للكرة المغربية. المستقبل المغربي دير مليح ان شاء الله. ايه ايريك غيريتس كنعرفو مزيان، كنت صغير هنايا كنلعب مع بيز فايندهوفن، كان هو المدرب وربح هنايا بزاف ديال الكوبات، و تما مشى نشوف فرق اخرين في اوروبا. ايريك غيريتس في هولندا مشهور بزاف، كيربح كل شيء في هولندا في بي اس في، كيخدم مع المغاربه مزيان، مع عدي الرمزي، كيحب المغربيين، ودابا كنتمنى ان شاء الله نلعب مع المنتخب المغربي. بروز ثلاثة من المواهب بمقدورها تقديم الإضافة للمنتخبات الوطنية تجلت في رغبة يونس مختار اللاعب للمنتخب الأولمبي، كما هو شأن العديد من زملائه بالإيريدفيزي. اسمي يونس مختار، كنلعب مع منتخب المغرب وبي اس في، عندنا 19 سنة، تلقت مع في الأوتراخت مع بين فيربيك، وقلتنا تلعب في المنتخب ديال المغرب، قلنا ان شاء الله بغيت نلعب مع منتخب المغرب، هذاك الوطن ديالنا وبغيت نلعب معه. الجهود المبذوله للرقي بمستوى المنتخبات الوطنيه بعيدا عن رواسب الاخفاقات والاهتمام بالمئات من اللاعبين من اصول مغربيه في الفئات السنيه للانديه الاوروبيه ستفيد من دون شك كره القدم الوطنيه المقبله على رهانات بحجم الجبال. جديد المنتخب الأولمبي قبل مباراة